السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. دائما من قلب الحدث اللي هو طريق السريع الحضاري كما كتشوفوا معايا الان، هو هذا هنا فاش كاين الاشغال ديال الشركة ديال اليك المساهمة معنا في التطور ديال مدينة اكادير. هاد الشركة هادي اللي كنشكروا الاطر ديالها، المسؤولين اللي كيسهلوا لينا المأمورية ديال التصوير، كنشكروا كذلك العمال وكنشدوا على ايديهم بحرارة، لان العمال هما اللي كيلعبوا دور رئيسي في تقدم هاد الاشغال هادو. دابا غنصور لكم الطريق، من بعد غنصور لكم الاشغال. الطريق كما كتشوفوا معايا هنا هاد الاتجاه هذا كيدينا السبيطار ديال الحسن الثاني، وكيدينا الحي إليخ، وكيدينا في الاخر شارع الجيش الملكي، لان هذا هو الجزء اللي خدامه فيه شركه اليك. الاشغال الخطره كما كتشوفوا معايا قدام ليه، كاين البنيه التحتيه خدامين على لافيبر اوبتيك اورانج انوي ماروك تيليكوم، خدامين على الماء والكهرباء، الماء خدامين في ديك لابارتي كما كتشوفوا معايا ليه، تما غادي يديروا الاسس ديال لو بوطاب اللي هو الماء الصالح للشرب، خدامين فيه دوك جوج ديال الهيطاتشي هما اللي خدامين الماء الصالح للشرب. وهذا الكاتر بيلار هادي خدامة على توسعة ديال الطريق السريع الحضاري. هادي راه كنا صورناها لكم البارح، وإلا تبعتو معنا السلسلة ديال المتابعات اليومية فإن هاد الآلة ديال الكاتر بيلار، هاد الحفارة هادي كتقوم بواحد الدور اللي هو رئيسي، كتكرط في داك الشبل باش غيوصل واحد النيفو، باش هنا غادي تدوز الطريق غتولي فيها هنا تروا فوا على اليمين وتروا فوا على اليسار. كل عام راه داؤول ومتواصل. هذا غير واحد المقطع اللي جيت نصورو لكم، كاين مقاطع اخرين اصلا ما نقدرش نصورو جميع المقاطع، لاننا راه ما صعيب انك تصور جميع المقاطع. المهم كنركزو على المقاطع اللي كتكون فيهم الخدمه محركه ولا شاعله كما كنقولو بالدارجه. اذا الفوق كما كتشوفوا تما راه هذاك هو غادي يدوزو هذاك القادوس ديال الواد الحلو الفوق. اذا تما خصهم يخدموا بطريقه اللي هي احترافيه وبالتنسيق مع المكتب الوطني للماء الصالح للشرب، اللي المكتب ديالو هنا هو الرامسه اللي هي الريجي اوتونوم لي سيرفيس باكادير، هي المكان المستقله متعدد الخدمات لاكادير. بالنسبه للتاريخ اليوم، اليوم 3 جانفي 2024. إذا نعطيكم نظرة على المشروع هو هذا، ومن هاد الجهة هادي راه غادي يبان لكم الجبال ديال مدينة أكادير راه هما، وداك الاتجاه إيه راه كنمشيو للمرصة ديال أكادير، والأشغال كما كتشوفوا راه جارية على قدم وساق. الناس ديال مدينة أكادير كيبغيو دائما يشوفوا الجديد في القناة ديالهم، وأصبحنا أسرة واحدة، كدعمونا بلي لايك ولي كومونتير، لأنكم كتعرفوا الحجم ديال الأهمية ديال هاد الطريق هادي. هانتوما راه كتشوفوا معايا هنا، إذا كيما كتشوفوا معايا هنا الطريق راه ما محبوساش، راه مطلوقة، ولكن الأشغال راه جارية في هذا المقطع هذا الأيمن. البنية التحتية راه ضرورية تدوز، لأن المشروع كيتسمى إعادة التهيئة والتوسيع، ولإعادة التهيئة راه جميع القنوات ديال الماء الصالح للشرب، وديال الصرف الصحي لاسينيسمون، وديال الكهرباء، وديال مياه الأمطار، وديال التليفون العادي، وديال لا دي اس ال الانترنت العادية، وديال لا فيبر اوبتيك، كلهم خصهم يدوزو في دي كونديسيون اللي ما يخليو حتى شي مشكل من بعد. اذا انا الخوت ركزو معايا على الجبل تما، ديك لابارتي كلها راه تكرطات، راه هي ديك لابارتي هي فاش خدم هاد الكاتر بيلار هذا. اذا هاديك لابارتي غادي هنا دابا كما كتشوف معايا هنا كله غادي يتكرط،
كلشي هاد لابارتي هاد تكرر. دينا هنا كتبان لكم الخدمه ديال اليك، الخدمه اللي هي بالمواصفات الاحترافيه، المواصفات اللي طلبها منهم المتر دوفراج، واللي غتخلي هاد الطريق هذا غيولي طريق سريع حضاري بمعنى الكلمه. هادشي كنقولوه ماشي مدحا، ولكن كنقولوه لان هادشي واقع كنشوفوه. ان حنا فاش كنصوروا هاد الاوراش هادو كنكونوا عن قرب، بحال قلتي دابا كتفرج شي ماتش في التيران ولا في التلفازه، في التيران كيبان لك الواقع، اما في التلفازه تقدر يبان لك الصوره ماشي هي هادي. واحد الملاحظه للمتتبعين، عافاك كاين شحال واحد كيصيفط لي كيقول لي عافاك شوف لي واش كاين شي خدمه ولا هادي. انا خويا راه ما عنديش شركه، مادا بيا تكون عندي شركه ونخدم عباد الله. انا خوت راه ما عندي لا شركه لا والو. كاين اللي كيقول لك عافاك صيفط لي قول لي واش كاين شي خدمه ديال شي شركه هنا ولا ديال شي واحد بغى يخدم في الكاميوش. انا خويا انا راه ماشي، انا راه غير مواطن عادي، ما عندي لا شركه لا والو. كون عندي الشركه كاع ما ندير اليوتيوب، غير اللي عندي الشركه كيدير اليوتيوب. والو حنا كنصور هاد الاشغال هادو، كتصور فيهم واحد شويه ديال الادسنس، داكشي ديال التنقل ديالك، او ميم طو راه كدير الدفاع على المدينه ديالك ديال اكادير. اما باش بقا تقول لها فاك تصيفط لها ميساج تقول لها واش عندك شي خدمه، خدمه انا لقيتها طال راسي، انا براسي ما خدام. دو عليا وجيو عليا، حيت شي واحد كيبدا يصيفط لك ميساج. واحد داك النهار صيفط لها ميساج مع جوج الليل تخلعت، السلام عليكم. وعليكم السلام، ما جاوبتوش حتى للصباح. اش بغيتي اخويا؟ بغيت باش تعرف شي خدمه. انا اخويا واش انا وزير التشغيل وسميتو وزير تزيز الماء؟ واش انا هو نزار البركه؟ راه بنادم صاحبي راه غير كيدير واحد شويه الاستقبال ودير خدمه، راه باين. كتمشي كدير جوجل كتقلب على التليفون ديال الشركه، كتصيفط لهم ميساج، كتصيفط لهم السي في ديالك بار انترنيت، كاع ما عرفتي كاع صيفط السي في، سير كاع دوب السيبر في السيبر ب 5 درهم هو يصيفطوا لك، ولا سير عند الشركه اون بيرسون. انا هادشي غير ملاحظه اخويا، راه ما عندي لا شركه لا والو. ماذا بيا تكون عندي الشركه الثانيه؟ انا كيما الحقيقه هي هادي. واش بغيتي نكذب عليكم؟ صيفط لك بنان بغيت نخدم شي فور، بغيت نخدم واحد داك النهار مصيفط لي قال لي واش كتعرف شي دار الكراف الدرارقه؟ هادي هي لافان فين ولا التشيره، بحال انا عندي ديور تنكريهم ولا سمسار. فهمت اخويا انا بنادم والله اخويا، من غير ما مازال لحد الان مازال ما فهمته والله اخويا، لحد الان مازال ما فهمت انا هاد المغاربه هادي. احنا غير كنجيو كنصورو ضاحكين ناشطين مع الوقت، كنصورو هاد لي شونتي هادو، خالقين السعاده، لقينا هاد الهوبي هادي كيما كنقولو بالانكلي، هاد الهوايه هادي. انا عزيز عليا الصحافه من صغري، نتقاتلو حتى حنا تنتعلمو، واخا ما عندناش مع التصوير بزاف كنتقاتلو، فهمتي؟ خدامين بآلات بسيطة، ماشي يقول لك كاميو، كاميو، رمو، عندي واش انا هو بيوي؟ حتى بيوي مسكين راه تشد، بيوي اللي كان مخدم عباد الله راه شدوه، بقاو عندو الحشيش، ما عرفتش بقاو عندو، انا ما كنتسوق ليه، انا كاع داكشي اللي ما عندي به كاسر ما كنتسوق ليه، شدو بيوي ولا شدو الناصيري ولا اللي داروا علاش يشدوه. هو هاي جا في السياح، ما حنا قادين على بيو، بيو راه عنده الملاير ديال الملاير. بنادم اللي بغى يخدم ولا شي حاجه راه كيمشي كيحسب الشركات، كاين جزيرة الطير، كاين المجازين، كاين فياس، كاين اليك، كاين العلاوي، كاين الغضب ديال الشركات في المغرب. سناني انا نخدم، ما هو وزير الاقتصاد والرقمنه، اسمحوا لينا الا قلنا هادشي في الفيديو. انا راه عرفت انا كيداير، انا كنقول اللي على اللي كاين في العقل ديالي راه كنقول، ما كنخبي شي حاجه. انا يعني هو هذا الفيديو، سمح لينا 10 دقائق راه قريب نكملوها. ما تنساوش الدعم ضروري، داك الدعم ديالكم راه ضروري، كنشكركم بزاف على الدعم. ودائما في اخر الفيديو راه كنشكروا العمال، راه العمال هما كلشي، راه العمال هادو وما كلشي. هذاك السيد اللي واقف تما كيعطيه لي في ديريكسيون، هذاك السيد الاخر حتى هو اللي واقف تما، هذاك السيد اللي واقف حداه حتى هو
هادوك اللي شادين دوك لي جونزان هاد لي جونزان هادوك كنشكروهم الا كانوا كيشوفوا الفيديوهات الا كانوا صحابهم كيشوفوا الفيديوهات يوريوهم الفيديوهات وهادشي اللي كاين ومشاريع اكادير كنشكركم الله يعاونكم.